الرحيم، مرحبا بكم شباب، يا رب دايما تكونوا بخير. معكم محمود، معانا بوردة فاصلة. هي مش فاصلة إضاءة، هي الإضاءة ضعيفة جدا. ضعيفة إزاي؟ نلاحظ مع بعض في اللمبة هنا. أول ما نوصل باور هتدي إضاءة ضعيفة جدا في زاوية في اللمبة هنا. نلاحظ مع بعض كده. طيب نفصل ونوصل تاني. نبص هنا في الزاوية دي، في خطفة كده أو في نور ضعيف جدا بيظهر. نبص عليه تاني اهو. ايه هي اللحظة اللي بتظهر دي؟ نبص عليها تاني اهي بوضوح. ايه خطفة كده سريعة وبتفصل تاني على طول. طيب احنا طبعا متأكدين ان اللمبة اللي احنا اللي معانا دي ان هي شغالة تمام، مفيهاش مشاكل. متأكدين ان لمبات الشاشة اللي احنا جربنا عليها او اللي احنا شغالين عليها تمام برضو، مفيهاش مشاكل. طيب قبل ما نحكم على اي تلف في اي مكان، احنا هنرفع القياسات بتاعتنا هنا، قياسات الشاشة. طبعا احنا قلنا دي دايرة الانفرتر بيدخل لها من 9 لـ22 او 23 على حسب تقسيم الشاشة. لو قسنا هنا كده، ده مكثف المفروض ان انا هلاقي على رجل منه جهد، والرجل التانية هلاقي عليها الارض بتاع الشاشة. هنا ايه 14 داخلة للشاشة مظبوط، وفي هنا جهد على المكثف اهو. تمام، يبقى كده انا الدايرة بتاعتي دايرة الانفورتر داخل لها جهد تمام، يعني الجهد بتاعي واصل تمام مفهوش مشاكل. يعني الجهد عندي اهو ثابت هنا داخل 14، وهنا على المكثف ده موجود فيه جهد اهو 6 فولت او 7 الا حاجات بسيطة. تمام. طيب العطل هنا بيكون في زي ما احنا عارفين، اللي بيتابع معانا شروحات الشاشات، الشاشة هنا بيدخل لها جهد على ده الاي سي الانفورتر، وده موسفت بيفتح ويقفل عشان يشغل اللمبات لو هي فيها مثلا لمبتين. طيب نبص من الجنب التاني، هنلاقي فيه محور رافع جهد علشان يرفع الجهد لللمبات، لأن اللمبات دي بتاخد جهد أعلى من الجهد اللي داخل. الجهد اللي داخل قلنا 14، اللمبات بتاخد جهد أعلى. طب المسؤول عن الجهد اللي داخل اللمبات هو المحول. طبعا المحول اللي معانا محول زي ما احنا شايفين كده صغير، فلازم أجيب واحد زيه. طيب أنا حاليا مش موجود عندي محول زيه، ولكن المفروض ان انا هتصرف في حاجة هجرب بيها اذا كان العيب من المحول ولا لا. لو بصينا على طرفين المحول من الجنب التاني، هلاقي عندي ادي داخل المحول اهو طرفين، والخارج طرفين. الخارج ده طالع على اللمبات اهو على طول مباشر، وادي الدخل بتاع المحول. المحول بتاعي اهو عبارة عن 4 أطراف، 2 داخل و2 خارج. طيب أنا هعمل إيه؟ أنا هجيب محول بديل هجرب بيه، لو اشتغل تمام خلاص هشغل الشاشة على كده، لأن أنا ما عنديش محول. قلبت في المحولات اللي عندي والبورد اللي عندي، لقيت محول شبه المحول اللي معانا بس أعرض شوية، والبوردة دي سامسونج وبتشتغل على 4 لمبات، يعني فيها 2 محول نفس الشكل. طب نشوف تقسيمته من الظهر. في عندي هنا 6 أطراف، ولكن الـ6 أطراف دول 3 دخول، 3 و3، التلاتة دول دخول وعندي 2 خروج. تمام، فأنا هخلع المحول ده وهعدل عليه تعديلة بسيطة بحيث إن هو يركب مكان ده، وهشغل على المحول ده. طيب أنا خلعت المحول أهو. احنا قلنا الـ3 أطراف دول مع بعض، والتلاتة دول مع بعض، وادي الاتنين الخارج، والتالت ده هنا في 3 اهم. التالت ده ملوش استخدام معايا
في البورتا. ده هستغنى عنه خالص كده، اخلع ده الاول علشان اطابق الرجلين مع بعض. ده المحول الأول اللي احنا طلعناه عبارة عن رجلين واتنين داخل واتنين خارج، تمام؟ ادي المحول بتاعنا اهو. طيب انا لو طبقت الرجلين دي كده هلاقي عندي في رجلين اللي هما في النص اللي هما هيتطبقوا مع الرجلين دي، ودول لازم اطبقهم مع بعض، هنعمل عليهم تعديل صغير. طيب الرجلين المستخدمة عندي، اللي مش مستخدمة هميلها كده على جنب. الأربعة اللي في الاتنين اللي في النص دول برضو، طبعا التلاتة دول نفس ال على نفس الخط، فمش هتفرق معايا لو لمسوا بعض، مش مشكلة. تمام. طيب هنبص عليهم كده اهم، دول قد بعض بالظبط، هيركبوا في مكانهم. دول أكبر سن، يعني اللي معانا اللي احنا هنغيره أو نركبه أكبر سن، فاحنا هنعمل تعديل بسيط كده اللي هو تعديل للرجلين بس، بحيث إن هما يركبوا في مكان الرجلين بتاعة القديم كده بنفس الشكل ده كده، اعتقد قريبين من بعض جدا. طيب كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنركب الرجلين دي مكانها كده، ركبت اهي، هي الرجلين ظهرت من الجنب ده، هأكد عليها بالحماد. وأتأكد إن الرجلين ظهرت من الجنب التاني علشان التوصيل بتاعنا يكون مظبوط. تمام. لو عايز اقيس بالافو على وضع البزر هقيس بحيث ان هو الرجلين تكون لمسة، هي كده الرجلين ان شاء الله ركبت. تمام، يبقى انا ركبت ده مكان ده اهو بنفس الشكل اللي كان راكب بيه. هوصل بوردة الدات علشان واخدة امر تشغيل الاضاءة على طول. هنوصل لمبتين التست بتاعتنا، ادي اللمبة بتاعتنا ايه، وادي بوردة الداتا. هنجرب كده نقول بسم الله. طيب احنا اللمبات اشتغلت عندنا بس مش كاملة للآخر، وده لسبب هنقوله دلوقتي حالا. بس احنا عرفنا السبب، او العطل كان في المحول، السبب اللي خلى الاضاءة مش واصلة للاخر في اللمبة هي المحول. تمام. طيب اللمبات مش واصلة للاخر لان اللمبة اللي انا شغال عليها دي لمبة 22، واللمبة بتاعت البوردة اللي احنا شغالين عليها هي لمبة 17 او 15 تقريبا، اصغر من اللي احنا شغالين. يعني احنا لو لما نركب على البوردة بتاعت دي الشاشة اهي، وهي لمبتين بس وهي صغيرة زي ما احنا مش شايفين، فلمباتها صغيرة،
فالإضاءة بالنسبة لللمبات بتاعة الشاشة الأصلية نفسها هتكون طبيعية جدا. لو في مشكلة في المحول اللي احنا ركبناه، أو محتاجين محول قدرته أعلى شوية، لأن ده محول مش مكتوب عليه إلا بيانات بسيطة جدا، وده المحول اللي كان موجود. سواء شغلنا الشاشة على المحول ده أو صرفنا في محول زيه، فهي الفكرة كلها في فكرة الإضاءة الضعيفة اللي هي بتظهر في جزء من اللمبات، هي مشكلة محول. إذا عجبك الفيديو متنساش تضغط لايك، تشترك معنا في القناة، تشاركنا الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.